مستعد للدفع. بالظبط. فدي نقطة مهمة جدا لازم برضو كل يفهم. أنا ممكن أقعد أقاوح في قضية وأنا خسرانها وفي الآخر كل اللي فيها هقاوح سنتين. إحنا كل القضايا دي تقريبا من 2019 يا كابتن، ولا قضية حصلت في الوقت عهدكم. بتاع. فبالتالي النهاردة لما بقعد أنا سنتين اللي بيحصل إيه؟ برضو بخسر القضية وبدفع ما يسمى مصروفات وبدفع كمان الانترست أو الفايدة. فبدل ده غير ما فلوس المبلغ المحامين، ده غير غير فلوس فلوس المحامين، فلوس الكورت غير نفسها المتاهات، غير، واسف بقى ان انا اقول احنا موقوفين من القيد، وانا بشرحه عشان كل جماهير من الاتحاد نادي المصري، من الاتحاد الدولي. دلوقتي احنا موقوفين من شهر القيد، 6 احنا موقوفين. يعني احنا جايبين 3 مش عارفين لاعبين، نأيدهم. لا ما تعرفش تأيدهم، وانا بقى اهو بقولها في وسط كل عشان اما الناس بس تقعد تقول فين الصفقات الجديده وفين وفين، انتوا مش عارفين ظروف النادي. احنا مستلمين النادي وفي وقف عن ان انت تدخل لاعب جديد. طب وايه الحل؟ احنا شغالين فيها كويس جدا. انا بس بقول عشان كل اللي بيحكم علينا خطأ يبقى فاهم احنا مستلمين ايه، واحنا بقالنا 4 شهور ما فتحناش بقنا. انما حرام اللي بيحصل فينا، حرام اللي بيحصل فينا. نادي الزمالك موقوف عن القيد الدولي، نادي الزمالك موقوف. هو انا مسؤول النهارده استلم ان نادي الزمالك عليه 65 مليون زي ما اتحاد الكوره قال. يعني اتحاد الكوره طلعوا قالوا على نادي الزمالك 50 مليون. اديني بكشف بعض الحقائق بس مش كل حاجه. انما ما يبقى عليا 50 مليون جنيه تسجيل لاعبين وبتاع، هم دول جم في سنه ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ لا طبعا. طب ما حضرتك ما سالتش احنا سؤال؟ من اول ما جينا دفعنا لاتحاد الكوره 13 مليون. طب حضرتك ما سالتهمش سؤال، انتوا ليه ما كنتوش بتطلبوا الفلوس دي في عهد المجالس السابقه؟ بس ده مهم يعني بالنسبه لي، لو انا مكانك هسال السؤال ده. زي الفل. يعني تاني انا بحاول بس ايه يا كابتن ميدو، انا بوضح بعض النقاط. لو انا عندي 100 بوينت انا هوضح 5 6 نقاط ولا اقصد بيها غير ايه، يا جماعه سيبونا. وانا كل مره اقول سيبونا نحاول نشتغل في هدوء. احنا قدامنا 1.5 شهر عايزين نسلم النادي ميزانيه مظبوطه فيها كل الحقائق عشان اي مجلس منتخب قادم يبقى عارف هو داخل على ايه. ده واجبنا، واجبنا ان انا اسلمك ادي ميزانيه، ادي حجم الديون، ادي منظر نادي الزمالك. ده اساسي عندنا. قدامنا 1.5 شهر عايزين تقعدوا تشتموا فينا. انا زهقت، انا زهقت، زهقت ان انا النهارده نبتدي كلنا نتجرح بما لا. يعني ليه يا جماعه؟ ليه انا النهارده يعني ما حصلش في تاريخ مصر وانا مش لعيب كوره ان اعارنا لعيب ناشئ لنادي اخر ب 4 مليون جنيه؟ ما حصلش في تاريخ مصر ان وكيل لاعبين ابنه بيلعب في نادي الزمالك، اقسم بالله العظيم وتقدروا تسالوه، اسمه سيد مرعي. الوكيل اسمه سيد مرعي. احنا اعارنا ابنه من غير ما يعرف. هو كان بيقول لي ان ابنه يعني يجيب 500,000 جنيه. احنا عرناه ب 2 مليون جنيه. اعمل ايه اكتر من كده كلجنه؟ مش حسين لبيب اسف. النهارده كل الشتيمه اللي بتطلع في الكابتن فاروق جعفر والكابتن حسين السيد، ولا واحد في مصر عارف غير اللجنه هما بيعملوا ايه. كابتن فاروق جعفر ممضي عمر كمال عبد الواحد، ما فيش مخلوق في مصر كان يعرف يمضيه الا كابتن فاروق جعفر. وكل الناس بتطلع تشتم في كابتن فاروق. كابتن حسين يعني دمه تقيل واجريسيف. ليه يا جماعه؟ الراجل بكل اللي بيعمله بيقول الحق. هو لازم ابقى مدلع الناس. احنا في حاجه اسمها ديسيبلين، اللاعبين لازم يعرفوا. النهارده الجهاز الفني اللي بيشتكي بمناسبه كابتن اسامه نبيه، انا النهارده من اول ما دخلنا الجهاز الفني واخد مرتبه بالمليم لغايه 31 اغسطس، نهايه سبتمبر يبقى علينا له سبتمبر. دي اول حاجه. جميع نهاية اكتوبر بقى، نهاية اكتوبر ونهاية نهاية اكتوبر بس على ما اظن ان هو واخدين لغاية اغسطس. اوكي. على ما اظن يعني او سبتمبر. يعني عندهم شهر. لا يعني انا لا مش ماشي واخدين لغاية واخدين انما ممكن يبقى شهر ماكسيم. اوكي. جميع المكافآت بتاعتهم اكوردنج للائحة، للائحة اللي هم كلهم عارفينها واخدينها بالكامل. طب ما ايه المشكلة؟ ثانية ما انا جاي لك بس اديني فرصة. ماشي. فالنمرة 3 ان كان في بعض مستحقات مباريات، انت عارف كان قبل ما ندخل كان في اكتر من مباراة لسه ما خدوش مكافأتها وكانت للاعبين وللجهاز الفني. احنا في بعض المباريات قلنا لهم يا جماعة لو كسبت النهاردة هتاخد مكافأة الماتش ده وماتش من القدام.
اعمل ايه اكتر من كده في 4 شهور؟ كل الخلاف اللي بيننا وانا برضو واضح وصريح، كابتن اسامه يعني ابن نادي الزمالك و24، وانا يعني بامانه بعز كل الناس اللي بتشتغل معايا، انما انا مش هيتلوي دراعي. كل المشكله ان هم النهارده احنا عملنا مكافاه خاصه للاعبين مش للجهاز الفني، للاعبين في اخر 5 مباريات لو انا متذكر. المشكله كلها ان هم مش يعني ما اخدوش المكافاه الخاصه، هم عايزين المكافاه اللي تخرج، عايزين ان هم ياخدوا المكافاه الخاصه زي اللاعبين. ولا خرجت للجهاز الفني الاجنبي؟ لا لا ولا خرجت. كل الجهاز الفني سواسيه، ما خرجوش الجهاز بالكامل سواسيه. وده اعتراض كابتن اسامه. انما مستر كارتيرون، عشان انا ما بحبش اجزم، مستر كارتيرون اخد مكافاه الدوري، اخد مكافاه الدوري لان هو النهارده اكوردنج للعقد بتاعه هو كده. واحنا في نفس الوقت بنحاول نلتزم. احنا ما قلناش ولا ولا لا على الجهاز الاداري، انما قلنا ايه، استنوا يا جماعه علينا، لان انا عايز اللي قلته للاعبين يحصل، بمعنى ان النهارده ادفع المبلغ اللي اتفقنا عليه كمكافاه خاصه بعد كل مباراه. انا رياضي يا جماعه، انا رياضي وفاهم اللاعبين وفاهم الحاجه تحفيز. كويس وفاهم ازاي تبقى لما بتقول كلمه لازم تنفذها. صحيح. فبالتالي اللعيب بيديك اعلى ما عنده. ايه المشكله يا جماعه للجهاز الفني والاداري؟ ان هو عايز حاجه واحده بس، المكافاه الخاصه توصله. مش هتوصله بالطريقه دي. اي واحد في الجهاز الفني، مع احترامي كامل للجهاز الفني والناس كلها، ده طبعي، ما فيش حد يلوي دراعنا كنادي الزمالك اطلاقا. وبعدين المكافاه الخاصه احنا ما نقعد نتناقش، اكيد احنا برضو فاهمين كويس، بس في حاجه اسمها كاش، يعني في حاجه اسمها سيوله. انا هقعد احكي في قصه السيوله دي النهارده. يعني مش من حق اي حد ان هو يحاسبني. احنا مستلمين فريق الكوره 4 شهور، السنه 12 شهر. الثمان شهور السابقه كانوا واخدين 20%. احنا قدرنا نوصل لفريق الكوره دخلا كمتوسط 80%. بس عندنا مشكله مهمه جدا، وبرده عشان كل الناس تبقى عارفه ايه هي المشكله، ان في عقود 25% مقدم، في عقود 50% مقدم، في عقود 40%، مفيش اي استراكشر لاي حاجه اسمها. طب هل حضرتك ناوي تعمل الاستراكشر ده من الداتا من الموسم القادم؟ ان شاء الله كل الناس تبقى مع بعض يبقوا يعملوه. ان شاء الله اللي هيجي. يعني حضرتك مش تعمله دلوقتي؟ ما انا بحكي لك يا كابتن ميدو برضو كل يعني ظرف ولطف كده، انا هديتني ان حاجه بسيطه جدا. انا باجي المكتب هنا، ادخل بيبقى عندي حاجه اسمها things to do، يعني ايه اللي انا هعمله. انا ساعات اقعد مع الراجل مثلا، حد من الديانه بلاش اقول اسماء، اقعد معاه ساعه اتحايل عليه. دي مش شغلتي ولا شغله الم...